Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, dans une nouvelle vidéo, on va expliquer c'est quoi les procédés explicatifs. Yani, washiya asalib ash-sharh. Ce sont un ensemble de moyens qui permettent de formuler une explication claire. Yani, kalimat ou yani, wasa'il yani, bach nsta'amnouha, bach nsharhou akthar, ou nmeddou diqa akthar, l'sharh ta'ana. Bon, avant d'entamer la leçon ou la vidéo, on va voir yani, dans quel but je dois apprendre la leçon. La leçon elle est très 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 importante. Alors, premièrement, pour apprendre, yani, pour comprendre mieux le texte, pour comprendre mieux le texte. Deuxièmement, les procédés explicatifs peuvent être introduits comme question yani, au bac ou là, aux examens ou yani, l'imtihanat. Nous pouvons trouver question على لي بروسيدي اكسبليكاتيف كيما قال لي شي واحد قال لي استاذه دير لنا الدرس تاع لي دو بوين لي دو بوين هذو هما لي بروسيدي اكسبليكاتيف بون راح نعطي لكم انا ان اكزومبل illustratif يعني اللي يبين لنا باللي هذه لا كيسيون تطرح في البكالوريا وعندها اهميه كبيره بون وراح نوري لكم في هذه لا فيديو وش هو الحوايج اللي عندكم فيهم عندكم تغلطوا فيهم تبعوني حتى للاخر دونك راح نشوفوا هنايا هذا سي تان اكزامان دو باك في البكالوريا 2016 يعني سيري 2016 تاع الى ايتي في بار لي كلاس سيونتيفيك ولا تكنيك هاي لا كيسيون كانت نيميرو 3 واش قال لك هاي راهي برينسيبال كوز لا مالنوتريسيون شوفوا لي دو بوين مالنوتريسيون لو باليديزم لا دياري اي لو ستريس تيرميك يعني يهضرنا على الامراض هنا اللي دونك هذه واش هي اون كوز اون اكسبليكاسيون اون انيميراسيون recopier la bonne réponse يعني ويطلب لك جواب واحد بون حنايا من بعد راح نتوما سيو ديروا هذه لافراز من بعد راح نصحوها بالدليل تاع البكالوريا دونك راح نزيد نعطي لكم سؤال واحد اخر باردون دونك سؤال واحد اخر على هذه ثاني كيف كيف بكالوريا 2018 ها هو كان السؤال تاعو على هاهي 2018 آداب وفلسفة يعني لاتر اي فيلوزوفي هاوليك لا كيسيون تاعنا نيميرو 6 لي دو بوين دون لو تخوازيام باراغراف انتروديز اون اكسبليكاسيون اون انيميراسيون اون ديفينيسيون راحين نشوفو هنا الباراغراف نيميرو 3 هاوليك الباراغراف نيميرو 3 شوفوا شحال الترقيم يعاوننا في الخدمه يعني بالطريقه اللي قلتها لكم ها تحوسوا هنايا وراهي هام لي دو بوين رايحين تقراو لو كونغري دو سومام اون اوت 1956 ديتيرمين دو لا سورت لاكسيون انترناسيونال دو اف ال ان سور لو بلان اكستيريور ريشيرشي لو ماكسيموم دو سوتيان ماتيريال مورو اي بسيكولوجيك provoqué chez les gouvernements du Congrès de Bandung en plus de l'interhôtel là-bas. راحين حنا نشوفوا نتوما خمو فيها هذه لا كيسيون مليح ومن بعد راحين نرجعوا حتى راحين نكسبليكيو راحين نديروا اون براتيك بور بيان نيليستري لو تيكست تاعنا بلوتو لا فيديو تاعنا بون راحين نبداو هنايا راحين نبداو بالبرومي بروسيدي هو لا ديفينيسيون لا ديفينيسيون هي التعريف دوني لو سونس ولا لا سينيفيكاسيون اكزاكت دان مو اون يوتيليزون نستعملو سي ولا سو سون il s'agit de indiquer se traduit par se définit comme désigne correspond à هذو كلمات هذو لي فيرب ولا لي مو ولا لي تيرم اون لي امبلوا بور pour définir un objet ou là un événement une idée ou là يعني نستعملوهم باش نعرفوا ولا صافي مورا هادو اللي نسم هذا موراه تجي لا ديفينيسيون يعني هذا هو اللي يبدا هذا هو سي لو مو كي انترودوي لا ديفينيسيون
نعطيكم اكزامبل le bourdonnement se traduit par le son donné par les abeilles يعني le bourdonnement هو هذاك شتو لي زابي كيبداو الحس هذاك تاع لي زابي قال لك se traduit par يعني يعرف بي ولا كي شغل هذا لو تيرم هذا كي شغل تاع تعريف par يترجم بي ولا كي شغل يعني ولا le son donné par les abeilles هذا وعرفنا واش معناتها لو بوردونمون راح نشوفوا اثنين لا دينوميناسيون سي نومي ان اوبجي يعني تسميه اسم تسميه شيء نستعملو سابيل سو نوم سانتيتول سو دينوم برون كوم تيتر صافينا موراهم كاين تسميه مي دي فوا هكذا تجي بدون ما تستعمل سون امبلوي هذو لي تيرم يعني نقول لكم لا سيونس كي ايتودي لا سيلول ومن بعد ندير دو بوين ونكتب لا سيتولوجي بلا ما نقول سابيل ولا نفهم انديريكتومون بلي راهو يعني لنا هنايا نقولوا باغ اكزومبل لا سيونس كي ايتودي ليكريتور سابيل لا غرافولوجي هنا لو كان نحي سابيل ندير دو بوين برك هنا تولي نورمال عادي بلا ما نديرو سابيل ندير دو بوين نفهم بلي هذه التسميه ثلاثه لا ريفورمولاسيون لا ريفورمولاسيون هي اعاده الصياغه C'est redire la même chose avec d'autres termes pour plus de précision. Dans ce procédé, on utilise, c'est-à-dire, autrement dit, par ailleurs, en d'autres termes, cela revient à dire que, on va voir d'un certain point de vue. Bon. نعاود هنا ندير الورقه مليح باسكو ما جاب لي ربي ماهيش تبان مليح نعاودوها مليح هكذا باردون دونك نعاودو لا ريفورمولاسيون سي ريدير لا ميم شوز افيك دوتر تيرم بور بلوس دو بريسيزيون دون سو بروسيدي اون ايتوليز سيتادير اوترمون دي بار ايور اون دوتر تيرم سولا ريفيان ا دير كو d'un certain point de vue d'un certain point de vue يعني وكاين كلمات اخرين ماشي شرط هادو بعد هادو شوفوا لا ريفورمولاسيون يعطي لكم ها اكزامبل لي فلور برينتانيير يعني ازهار الربيع سيتادير معناتها كي بوس او برينتون يعني التي تنمو في الربيع يعني هنا درنا سيتاتي ربطناها بكلمه من هذو كي نربطوها بكلمه من هذو ماشي هذه تجي ليها وهذيك تجي ليها لازم يجوا في فراز وحده مربوطين بهذه نسميوها لا ريفورمولاسيون اعاده صياغه باش نعاودو نفهمو اكثر عندنا لا كومباريزون عندنا لا كومباريزون ايتابليغ لي ديفيرون لي ديفيرونس اي لي ريسومبلانس اونتر دو ايدي دو اوبجي يعني on peut employer aussi que comme pareil à ressemble à comparaison هي المقارنه هي المقارنه وفيها بعض الحالات تكون تشبيه مي حنا نقصدوا المقارنه هنايا يعني نديروا الفرق بين هذاك وهذاك ولا شغل نقارنوها بحاجه واحده اخرى نستعملوا aussi que pareil pareil à comme ressemble à نعطيكم ان اكزامبل لي زوجيام سي اون انوفاسيون نون تيستي كوم لو تيتانيك يعني هنايا استعملنا كوم باش نقارنوا ولا نشبهوا بين هذو زوج حوايج رايحين دوكا نروحوا لحاجه واحده اخرى لاناليز لاناليز يعني هي التحليل سي ديكريغ لي كونستيتيون دان اوبجي يعني توصف ولا تحلل العناصر تاع شيء اون ايتوليزون اي كومبوزي دو كونتيان كومبورت كونتيان عاوتاه زوج مرات اي كونستيتيو دو وبعض يعني لي فيرب يعني كاين بزاف يعني موراهم جوست نلقاو لاناليز ولا دي فوا بلا ما ندير هادو نقدر ندير اناليز عادي بلا ما نستعمل هاد الكلمات نعطي لكم مثال l'ordinateur contient un clavier l'ordinateur contient un clavier هنا صافي contient هذا عبرنا باللي هذه اناليز 6 عندنا la fonction c'est le rôle joué par un élément dans un ensemble en utilisant sert à permet de facilite aide à offre ou كاين وكاين بزاف هنايا لا فونكسيون هي كي شغل العمل تاعو على واش يعني العمل تاع هذيك الحاجه ولا
يعني وقتاش تكون هذه؟ تكون كي يكون عندنا سير ا بيرمي دو فاسيليت اد ا، هذو الكلمات هذو لي فيرب موراهم تجي العمل تاع هذاك الشيء هذاك، خاطر سير ا يعني يعطينا يسمح لنا يسهل يعاوننا، فهمتوني؟ اكزامبل l'ordinateur sert à nous mettre en contact avec les autres. Ha hilik le rôle تاع l'ordinateur. هذه هي اللي هو اللي لو فيرب هذا سي لوي كي انتروديوي هذا لو رول تاع l'ordinateur. Alors ha le rôle تاعو يعني يسمح لنا باش نكونوا en contact مع لي زوتر، يعني يكون عندنا اتصالات مع الاخرين. عندنا l'illustration دركا. l'illustration عندها deux appellations. يعني deux appellations mais avec quelques nuances. يعني كاين زوج اسماوات ولكن كاين واحد الاختلاف طفيف بيناتهم. واش هو بون واش راح نستعملوا في الليستراسيون؟ الليستراسيون هي اعطاء امثله. نستعملوا باغي ا كوم، يعني اتيتر ديكزامبل. واش هو عندنا زوج حوايج، عندنا ليكزامبل هو نفسه الليستراسيون نفس الشيء. يقولوا لنا اسكو هذه illustration لا اكزامبل، يقول لك relevez un exemple تقدر تجبد l'illustration. مي واش هو الاختلاف؟ نهار هما يحبوا يديروا فرق بيناتهم، يقول لك خرج لي من الباراغراف 4 بار اكزامبل ان illustration، باسكو هنايا راه عندنا بزاف لي زيكزامبل. مي l'illustration عندها واحد الاختلاف، الاختلاف تاعها هي هذاك ليكزامبل هو مثال واقعي، مثال واقعي تلقى فيه يعطينا اسم مرض، يعطينا اسم شخص، يعطينا اسم هذاك الكارتي، يعطينا اسم تاع هذاك لا بلانيت، يعطينا اسم تاع يعطينا استشهاد بار اكزومبل، يجيب لنا مقوله تاع واحد، يجيب لنا تيموانياج يعني شهاده تاع واحد، يعني حاجه من الواقع كما في الفلسفه تستشهد باشياء في الواقع. هذه هي ليليستراسيون. نعطي لكم ليكزومبل، لا بوليسيون بروفوك بليزيور شوز كوم لي مالادي. L'illustration. La pollution provoque plusieurs maladies comme le cancer, l'asthme. Shtou kifash semina? Ha. Asma le nom propre. Chofo, en Chine, ana semina blad. La pollution nuit beaucoup à la pollution plutôt. Donc en Chine par exemple, nqdrou ngolo blli la pollution par exemple provoque beaucoup de problèmes ou là. Donc, nuit à la nature, nuit beaucoup à la nature, à l'environnement. Donc, il y a une autre bzef ou la hakda l'mohem. Donc, la caractérisation. هي كي شغل نوصفو ولا نعطيو تتميز به. دونك سي ديكريغ بريسيزامون اون شوز بارتيكول، سي بارتيكولاريزي يعني بارتيكولاريزي ديفينير. هي شوفوا هي في الحقيقه هي كي شغل ديفينيسيون تعريف، يعرف لنا هذيك الحاجه واش هي، ولكن نهار يستعمل ادجيكتيف كاليفيكاتيف ولا كومبليمون دو نون ولا ادفيرب ولا لا ريلاتيف كيما هذيك لا ريلاتيف كيما هذيك اللي فيها كي ادفيرب سوفاجمون كومبليمون دو نون باغ اكزومبل لو تيليفون دو مون بير لا طابل اون بوا، هذو هما الادجيكتيف كاليفيكاتيف كيما سوفاج كيما. شوفوا نعطي لكم حنا La terre est une énorme boule. Ha il imaginez ça. Le cas de dire la terre est une boule, là c'est une définition. Ça qui qu'on a est une énorme, vachma. Là, là, on voit la caractérisation. Mais هي en général, هذه واش هي؟ C'est une définition. نهار يحبوا يديروا لنا فرق بين la définition ou la caractérisation. هنا مادام كاين énorme, ça fait caractérisation, ماهيش 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 ديفينيسيون. ان شاء الله تكونوا فهمتوني، ما كنتش غاصبه باسكو راني نغصب على جال الوقت، ما باش ما نطولش عليكم. عندنا هنايا 9 ليكيفالونس. ليكيفالونس سي تا مو او اكسبرسيون كي ايدونتيك او كي ا كي ا لو ميم سونس كو لو مو دوني. بون حنا نقول واش هو ليكيفالونس، نقول لك باغ اكزومبل هذا لو مو جيب لي ليكيفالون تاعو في التكست، ما يكونش هو يشبه للغوفورمولاسيون، مي لا غوفورمولاسيون دون لا ميم فراز. بصح ليكيفالونس نقول لك اعطي لي كلمه
يقدر تكون في النص تقدر ما تكونش، تقدر تكون بعيدة على الكلمة الأخرى، تقدر تكون قدامها شوية، ما عندهمش رابط بيناتهم، ماهمش في نفس ما عندهمش رابط بيناتهم، ما كانش سيتادير، يقدر بيناتهم فاصلة، ما كانش نقولوا زعما يعني المهم ماهيش غوفورمولاسيون، ما كانش بيناتهم كلمه هذوك سيتادير ولا دونك كيما هذه ليكسبلوراسيون سباسيال هي استكشاف الفضاء. نقول لك انا خرج لي من النص ليكيفالون تاعها يعني المرادف تاعها، تخرج لي لو فواياج انتر بلانيتير يعني لو فواياج انتر بلانيتير يعني سيتو شي يقولوا هذاك لو فواياج انتر بلانيتير كيما نقولوا تاع بين بين باردون فواياج انتر بلانيتير يعني واش اسمو الفواياج اللي نسيتو، لو فواياج هو السفر بين لي بلانيت يعني بين هذوك الكواكب. فوالا هذا استكشاف الفضاء، هذا السفر بين الكواكب. تري بيان دونك صافي ها وراها جبنا سينونيم تاعها. عندنا دوكا لينوميراسيون، لينوميراسيون هي انونسي سوكسيسيفمون اوفير او اون ليست دوبجي او ديدي، يعني هنا راح نجيبو عناصر. هنا واش نقدروا نستعملوا لا تيبوغرافي يعني هادو كيما الفواصل كيما الارقام كيما لي تيغي ولا لي مو دو كلاسمون، لي مو دو كلاسمون بروميرمون دوزيامون تروازيامون ولا لي مو كرونولوجيك، كرونولوجيك يعني تاع الزمن نسلسلوهم زمنيا دابور اونسويت اونفا، هذه هي لي نوميراسيون. نعطي لكم مثال نقولوا لورديناتور كونتيان بلوزيور اليمون لو كلافي ليكرون لونيتي، راح تتسائلوا تقولوا علاش هاي دارت كونتي هنا نورمالمون هنايا اناليز، بصح شوفوا هنا درنا عناصر لو كلافي ليكرون لونيتي سنترال، استعملنا الفواصل هذو يعني هنا ما درناش عنصر واحد، وين درنا عنصر واحد هنا تولي اناليز، ولكن هنا درنا بلوزيور اليمون يعني واحد اثنين ثلاثة، يعني واش حبيت نعطيكم كوم كونكلوزيون، أي حاجة أي حاجة تديروا لها عناصر لا ديفينيسيون اللي درتوا لها عناصر تولي انوميراسيون، لا دينوميناسيون درتوا لها عناصر تولي تولي انوميراسيون، لاناليز درتوا لها عناصر تولي انوميراسيون، فونكسيون درتوا لها عناصر بزاف تولي انوميراسيون، أي حاجة من هذو كامل درتوا لهم انوميراسيون يعني عناصر بزاف تولي انوميراسيون، واللي هذو يفقدوا المعنى تاعهم. راح نعاودوا نديروا ارابيل، لا ديفينيسيون هي التعريف، لا دينوميناسيون التسميه، لاناليز هي التحليل، لا فونكسيون هي الاستعمال، لا كومباريزون هي المقارنه، لا كاركتيريزاسيون هي التميز، ليكيفالونس هي المرادف، لي نوميراسيون هي التعداد، لا ريفورمولاسيون اعاده الصياغه، ليليستراسيون هي المثال او استشهاد بمثل بمثل واقعي. نقدروا نلقاو ثاني لا كوز، نقدروا نلقاو بار اكزومبل ليكسبليكاسيون، هما يعني كيف كيف، ولكن دي فوا هكذا يديروا هذو الحوايج لا كوز ليكسبليكاسيون يعني الشرح. بون حبيت انا ندير اللي يفهم يقدر يروح، اللي ما فهمش نعطيه بعض الامثله هكذا ونزيدو نصحو هذاك التمرين. بون عندنا حبان رمضان انسيست فورتمون سور لي برينسيپ فوندامونتو كي inspire son programme. Le on a les deux points. Le premier est d'autant plus facilement accepté. Le second principe remonté de l'intérieur. Chauffons. On a le premier, le deuxième. On a aussi c'est énumération. C'est l'énumération. Rohodoka le deux. Le deux. Bon, c'est bien là. L'énumération. Bon, rahin chauffons deux. هنا عندنا سيز اليرجي ريسبيراتوار كوزي بار لي بولان لا بوليسيون دو لير اي لا بوليسيون دو سول. بون شوفوا لو كان تخلص هذه لا فراز هنا هذه نديرو غير بولان ونديرو بوين، هنا واش تولي تولي لي كوز، فهمتوا تولي لي كوز، ولكن هنا لكن لكن درنا بار اكزومبل بعناصر هاهم اي وشوفوا والفاصله هنا شوفوا عندنا فاصله عندنا يعني واش معناتها هنايا عندنا لي نوميراسيون ثاني كيف كيف une chasse à l'Algérie particulièrement sanglante fut déclenchée à travers tout Paris 12 000 à 15 000 arrestations. شوفوا واش كاين ارقام هنايا
واش معناتها؟ عطانا مثال، المثال هذا بالارقام بالاستشهاد بالواقع. صافي هذه واش هي؟ سيت اون ايليستراسيون، سيت اون ايليستراسيون. بون راحين نشوفوا هنايا لونسيان اي بيردو اي لو نوف ني با اكي، سيتادير كو نول نيميغر جامي دو غايتي دو كور. هنا شوفوا استعمل سيتادير، عطانا واحد الجمله بعد عاود شرحها لنا واش معناتها هذه. هانا درنا سيتادير واش معناتها، استنتجوا هي لا ريفورمولاسيون. شوفوا هنايا اون ايتي انغاجي دون لو كان الجيريان، سو سون دي ريلاسيون تري forte avec des militaires. شوفوا واش دورت هنايا، دورت على تري فورت، واش هو هذا ادجكتيف، واش معناتها هذه؟ معناتها كاركتيريزاسيون، يعني تميز، يعني تميز. راح نشوفوا هذه برينسيپ كوز لا مالنيوتريسيون و باليديزم، يعني بيناتهم فاصله، يعني عناصر هذه تاع الباك تاع 2016. هنا واش هي؟ سي لي نوميراسيون. C'est un groupe, il est constitué de plusieurs Algériens. Il est constitué de Wartelia Hneya, Amli de Point, يعني يتكون من كثير من الجزائريين، بصح أنا ما عطيتش عناصر، إذا هنايا سي لاناليز. Ce sont 10 soldats. Ils aident à organiser les troupes. شوفوا، ils aident، هاني دورت عليها، واش معناتها؟ يعني يعاونوا. يعني واش راح نديرو هنايا؟ راح يمدينا العمل، الوظيفه تاع هذا اسمو صافي هنايا سي لا فونكسيون. بون هنايا ديكلار لا غير دالجيري اي كوم، شوفوا هنايا عندنا كوم هنايا هاي باردون مسالقة المرصة تاعي كريون نوار، هاهو كوم، يعني هنا واش راه يدير؟ كوم ان غران ديفي، comme un grand défi, comme une utopie, comme une utopie. يعني كي شغل خيال، حاجه في الخيال. هنا راهو ليك هنا يقارن، راه يشبه، راه يدير في المقارنه نتاعو. راح نزيدو نشوفو هذه هاهي، راح نشوفوها ونشوفو الحل تاعها في البكالوريات. باردون، اذا هاي وين راهي؟ 2016 هاي المسؤول تاعها، ها شوفوا مانيتريسيون باليديزم اي، شتو هنايا عناصر ها اي باليديزم، شوفوا استعملنا لي فيركول و اي. شوفوا هنايا قال لك اون كوز اون اكسبليكاسيون ولا اون انيميراسيون، هي تقدر تكون اون كوز بصح لو كان ما داروش هذا صافي، مادام داروا بزاف عددنا لي كوز، عددناهم تولي انيميراسيون. ها هو الحل تاعها باش تشوفوا بالدليل، برك باه ما تقولوش باللي انا مره اخرى نخدم غير بالدليل باش ما نلقى حتى عوارض في القناه تاعي. دونك نزيدو نشوفوا واحده اخرى، هاي كاين السؤال هذا الاخر اللي قلت لكم عليه، ها هو قالكم شوفوا في تخوازيام باراغراف، ها هو تخوازيام باراغراف قالكم، ها هو طرح علينا السؤال قالنا واش هو. ها نروحو نشوفو حنا في الكوليجي تاعنا احسن باش نشوفو. هذا نجيب لكم الحل تاعو اللي درتو في 2017 اللي صححت فيه انايا، دارونا انيميراسيون ولكن قبلوا ليكسبليكاسيون من التلميذ، باسكو هما ما داروش في الكوريجي، في الكوريجي داروا غير انيميراسيون ولكن قبلوا هذه ليكسبليكاسيون، عطينا العلامه الكامله للتلميذ. علاش؟ باسكو هما قصدوا باللي لينيميراسيون هنايا هاي شغل تسهلوا برك هاي اي، بصح التلميذ ما فهمهاش، هاهو فهمها باللي شرح. بون دوك نعاودو سور لو بلان اكستيريور ريشيرشي لو ماكسيموم دو سوتيان ماتيريال مورو اي اي بسيكولوجيك. شوف ها هي وها هي وها هي، ماشي هذه صافي، هنايا هما من في ذهنهم هي انيميراسيون ولكن التلميذ فهمها باللي اكسبليكاسيون قبلوها له صحيحه، ولكن هي الاصح هذه هي انيميراسيون احسن. انا ان شاء الله نكون فهمتكم يعني في هذا الحصه هذه. نزيد نكتب برك الكوريجي تاعي ونعاود لكم.
Alors, comme je vous ai promis, j'ai la correction. L'oula, énumération. Deuxième, énumération. Troisième, illustration. Reformulation. Caractérisation. Analyse. Fonction et comparaison. Inch'Allah, vous avez aimé cette vidéo. Dites un like ou dites un share. Qui m'a dit, je partage. Vous ne vous laissez pas la vidéo. Je vous dis salam.